بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع معكم أعزائنا الطلبة مساق محاكاة نظم شابتر السادس. وصلنا للمحاضرة الثامنة من الشابتر، ورح نتكلم فيها اليوم عن الأم أم كيوز. المحاضرة اللي فاتت حكينا عن اللي هو الأم جي كيوز، وقلنا إنه الأم جي كيو هي عبارة عن one server queue with Markovian exponential distribution arrival process with arrival rate lambda and general distribution for the service time. Now we will talk about MM1. الاختلاف الوحيد انه بدل الجي صار عندنا M، وبالتالي صار في عندنا برضو Markovian arrival and Markovian service time، وبالتالي التنتين are exponentially distributed. يبقى ال MM1 suppose the service times in an MG1 queue are exponentially distributed with mean 1 على mu. على فرض انه service time الان اللي هي رقم 2 هذه بدل ال G صارت M، صارت exponentially distributed، وال mean للservice time هي عبارة عن 1 على mu، والسيرفيس ريت بتكون ميو. اذا تذكرين احنا بنقول السيرفيس ريت ميو كاستمر بير يونت اوف تايم، او سيرفيس تايم مين از 1 على ميو بالمينت او بالاور وهكذا. Then the variance will be سيجما سكوير equals 1 على ميو تربيع. طب ليش؟ احنا عارفين انه في الاكسبوننشال ديستريبيوشن المين بيساوي الستاندرد ديفيشن. إذا كان المين عندي ميو بيكون الستاندرد ديفيشن برضو بيساوي ميو، زي ما قلنا في البواسون بروسيس المين بيكون لندا، والستاندرد ديفيشن بيكون برضو لندا. الآن الاكسبانشن ديستريبيوشن المين بيكون 1 على ميو، والسيجما بتكون 1 على ميو، وبالتالي سيجما سكوير بتساوي 1 على ميو تربيع. وهذا الكلام موضح في شابتر 5 في الديستريبيوشنز المختلفة، سواء كان ديسكريت أو كونتينيوس. إذن هيكون عندنا المين للسيرفيس تايم هي 1 على ميو، الاكسبانشن ديستريبيوتد والفاريانس سيجما سكوير 1 على ميو تربيع. الآن MM1Q is a useful approximate model when service times have standard deviation approximately equal to their means. وبالتالي نقدر نستخدم الـ MM1Q model لما يكون عندي service time mean والstandard deviation تقريبا متساويين. تمام، تقريبا متساويين. فبروح أنا على الـ MM model وبأستخدم المعادلات والبرامترز اللي موجودة. الآن الـ steady state parameters are رو كما هي، utilization is equal لندا على ميو اللي هو الـ arrival rate على السيرفيس ريت، او الـ expected value المتوسط السيرفيس تايم ES على E اللي هو الـ arrival اللي هي A. تمام، EA اللي عبارة عن فوق 1 على ميو اللي هي الـ expected value السيرفيس تايم على 1 على لندا، وبالتالي المقام بصير بسط، بصير لندا على ميو. تمام. الآن the probability for any value of n customer pn at any time. تمام، احنا نحكي عن steady state. لما نقول steady state معناته pn regardless of time. The number, the probability that the system will have n customers equal 1 ناقص رو في رو اس n، 1 ناقص utilization في utilization اس n. طبعا الواحد ناقص اليوتيلايزيشن هي عبارة عن مين؟ اذا تتذكروا في المحاضرات اللي فاتت، واحد ناقص البيزي تايم هي عبارة عن الايدل تايم. الايدل تايم يعني زيرو كاستومرز ان ذا سيستم، وبالتالي هذه البي زيرو. البي زيرو بتساوي واحد ناقص رو زي ما شفنا في المحاضرات السابقة. يقبل لو بدي احسب احتمال ان يكون عندي اي عدد من الكاستومر بي ان عبارة عن واحد ناقص رو في رو اس ان، او واحد ناقص لندا ميو في لندا ميو اس ان. تمام، ممكن اشيل الرو واكتب لندا على ميو. تمام. الان the average number of customers in the system L، تمام، equals لندا على ميو ناقص لندا، وهي بتساوي رو على واحد ناقص
رو، تمام. ال كيو عبارة عن لندا تربيع على ميو في ميو ناقص لندا، وبتساوي رو تربيع على واحد ناقص رو. طبعا عند أي معادلة من معادلات هذه، لو عوضنا عن رو لندا على ميو هتصير بتساوي هاد، لو عوضنا عن لندا هنا رو لندا على ميو هنا لندا على ميو هتصير هذه بالظبط، تمام. طبعا الفكرة هنا ايش اللي صار، كيف اجت المعادلات هذه؟ هذه المعادلات هي نفس معادلات الام جي 1 بس بالتعويض عن سيجما سكوير في واحد على ميو تربيع، تمام، واحد على ميو تربيع. هنلاحظ انه الاشي صار معانا بالطريقة هذه. الآن لو بنتحقق من واحدة منهم أو تنتين مثلا ال والال كيو، ونشوف كيف لو عوضنا عن سيجما سكوير في واحد على ميو تربيع. مثلا كان عندنا هاي الموديل ام جي 1، هاي معادلة ال مثلا، ناخذ معادلة ال هذه ونعوض عن سيجما سكوير ب 1 على ميو تربيع، فايش بصير عندنا؟ الان زي ما احنا شايفين هان ال مثلا بتساوي رو زائد رو تربيع واحد زائد سيجما سكوير في ميو تربيع على اثنين في واحد ناقص رو. الآن هذه سيجما سكوير عبارة عن واحد على ميو تربيع، تمام، هنعوض عنها. يبقى هتروح ميو تربيع مع ميو تربيع هيصير واحد زائد واحد اثنين، هتروح الاثنين مع الاثنين هيضل عندنا رو زائد رو تربيع على واحد ناقص رو. فلو وحدنا المقامات واحد ناقص رو، تمام، هتصير رو في واحد ناقص رو زائد رو تربيع، مظبوط. الآن ممكن ناخد رو عامل مشترك، هاي رو عامل مشترك، ايش هيضل عندنا هنا؟ واحد ناقص رو، رو تربيع على رو بضل زائد رو، مظبوط، على واحد ناقص رو. الآن هذه تروح مع حاد، فبضل عندنا رو على واحد ناقص رو، هذه مين؟ معادلة ال ال، تمام. لو طلعنا هان هنلاحظ معادلة ال ال عبارة عن رو على واحد ناقص رو زي ما طلعناها هنا، رو على واحد ناقص رو. الآن لو نشوف كيف بتساوي لندا على ميو ناقص لندا، هنعوض عن رو هنا عبارة عن لندا على ميو، مظبوط. فبننزل الميو في المقام في واحد ناقص رو برضو لندا على ميو، تمام. لو دخلنا الميو جوا هتصير لندا على ميو ناقص ميو، هتروح مع ميو لندا، وهي هذه نفسها اللي هي زي ما احنا شايفين هنا، لندا على ميو ناقص لندا او رو على واحد ناقص رو، تمام. نفس الطريقة ممكن نستخدم المعادلة هذه ونشوف نتحقق من ال ال كيو، هتطلع معانا رو تربيع على واحد ناقص رو. لو رجعنا لمعادلة ال ال كيو هذه وعوضنا هان، هتلاحظوا بسهولة برضو، واحد على ميو تربيع، ميو تربيع هتروح مع ميو تربيع بتصير هذه اثنين، اثنين هتروح مع اثنين، فبضل رو تربيع على واحد ناقص رو هي ال ال كيو. ليش حطينا بدل سيجما سكوير واحد على ميو تربيع؟ لأنه اكسبوننشال ديستريبيوشن والفيريانس بتساوي واحد على ميو تربيع، أو الستاندرد ديفيشن بتساوي المين اللي هي واحد على ميو، تمام. وهي معادلة ال W، وهي معادلة ال W كيو اللي هي الأفريج ويتنج تايم إن ذا سيستم أو سبنت إن ذا سيستم، وهن الأفريج تايم سبنت إن ذا كيو، وهن الأفريج نمبر أوف كاستمرز إن ذا كيو. يبقى هيك البرفورمانس ميجر لل MM1Q طلعناهن كلن هيك بشكل كامل، تمام. الآن لو بدنا ناخد إكزامبل على الموضوع هذا، خلينا نشوف إكزامبل من الكتاب كيف بيشرح لنا الموضوع هذا. الآن أول إكزامبل على الموديل MM1Qs، إكزامبل 6.10. Suppose that the enter arrival times and service times at a single، لاحظوا single يبقى 1،
chair unisex hair styling shop have been shown to be exponentially distributed. يبقى ال inter arrival time exponentially distributed and the service time 1 على mu exponentially distributed يبقى mm. وكمان قالنا هنا single chair يبقى mm 1 يبقى single server. The values of lambda and mu are 2 per hour and 3 per hour. يبقى لندا الارايفل ريت بصل عندنا 2 كاستمر في الساعه على الهير ستايلينج شو. الكوافير هذه او الكوافير هنا اللي هو للهير بيقدر يخدم سيرفيس تايم او سيرفيس ريت 3 كاستمر بير اور. سيرفيس ريت يبقى ميو بتساوي 3 ولندا بتساوي 2 وبالتالي السيرفيس تايم 1 على 3 1 على 3 يعني تلت ساعة يعني 20 دقيقة السيرفيس تايم. الواحد على ميو بتساوي 20 دقيقة أو تلت ساعة. والإنتر أرايفل تايم 1 على 2 أور يعني نص ساعة. يبقى كل نص ساعة بيجي كاستمر وباخد سيرفيس تايم تلت ساعة. تمام تلت ساعة. وبالتالي لاحظوا إنه أنا لندا أقل من ميو لندا أقل من ميو يبقى هيكون السيستم is stable. That is the time between arrivals average نص ساعة اللي هي 1 على لندا اللي هي بتصير time between arrival أو inter arrival time اللي هي A exponential distributed and the service time averages 20 minutes اللي هي تلت ساعة. تمام اللي هي 1 على ميو also exponential distributed يبقى mm. The server utilization and the probabilities for 0, 1, 2, 3 and 4 or more customers in the shop are computed as follows. الآن لو بدنا نحسب بناء على MM1 احنا اتفقنا انه هذا MM1 يبقى لو بدنا نحسب ال B0 يبقى ال MM1Q ال بي 0 بدها تساوي 1 ناقص رو اللي هي احتمال يكون عندي 0 كاستمر ان ذا سيستم اللي هي عباره عن الايدل تايم مظبوط وعباره عن 1 ناقص رو عباره عن لندا على ميو ويساوي 1 ناقص لندا اذا احنا شايفين 2 وميو 3 يبقى 1 ناقص 2 على 3 ويساوي 3 يبقى احتمال انه يكون في عندي 0 كاستمر in the system is told وهي عبارة عن احتمال الـ idle time. تمام في حين الـ utilization rho بتساوي لندا على ميو ويساوي 2 على 3. تمام طب ايش الـ P1؟ الـ P1 بتساوي عبارة عن اللي هي rho 1 ناقص rho اللي هي P0 تمام في رو اس 1 دي الان هذه تمام وتساوي 1 ناقص رو تلت في رو اس 1 اللي هي تلتين اس 1 وبالتالي تلتين وتساوي 2 على 9 يبقى احتمال انه السيستم يحتوي 1 كاستمر از 2 على 9 بي 2 نفس الكلام هتساوي 1 ناقص رو او بي 0 في رو اس ان اللي هتصير 2 يعني بتساوي تلت هذه في 2 على 3 اس 2 مظبوط وبالتالي بتصير هذه 4 على 9 في 3 على 27 البي 3 بدها تساوي تلت في تلتين أس تلاتة مظبوط وتساوي تمانية على تسعة تلاتة أس سبعة وعشرين في تلاتة على 81 تمام البي إيش بده في الآخر أنا فور أند مور فور أند مور يعني بي أكبر من أو يساوي أربعة ليش بدها تساوي واحد ناقص الصميشن من ان بتساوي 0 ل 3 للبي ان مظبوط يعني 1 ناقص احتمال 1 ناقص البي 0 زائد البي 1
زائد البي 2 زائد البي 3 مظبوط، لان كل الاحتمالات واحد، انا بدي احتمال اكبر من 4 عباره عن 1 ناقص 3 او اقل، 0 1 2 3 مظبوط، يعني 1 ناقص اللي هو 0 تلت زائد 2 على 9 زائد 4 على 27 زائد 8 على 81، وبالتالي بنحسب الرقم معانا قديش بيطلع احتمال البي اكبر من او يساوي 4، لو حسبناه هيطلع 16 على 81 تمام. طيب الان احنا لاحظوا حسبنا بس كله احتمالات، كيف ممكن نحسب الاوتبوت بيرفورمانس ميجرز؟ زي ايش؟ زي الافرج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم، لي ال والال والدبليو والدبليو كيو والال كيو، كيف ممكن نحسبها؟ هاي المعادلات عندنا على طول. فمثلا ال بسهوله عباره عن رو على 1 ناقص رو، يقبل ال بتساوي رو على 1 ناقص رو ويساوي، قلنا رو عباره عن قديش؟ ثلثين صح؟ على 1 ناقص رو برضو ثلثين، اذا ال عباره عن رو هيها ثلثين على 1 ناقص ثلثين على ثلث ويساوي ثلثين على ثلث بتطلع 2، او بتساوي طريقه ثانيه لندا على ميو ناقص لندا، اللندا 2 على ميو 3 ناقص لندا 2 على 1 وتساوي 2 كاستمرز. يبقى انا عندي اون افريج ذا سيستم ويل هاف ات اني تايم 2 كاستمرز، 2 كاستمرز في السيستم تمام. ايش ممكن نحسب كمان؟ مجرد ما حسبنا، لاحظوا دائما خلينا نتذكر الليتلز ايكويشن لانها بتسهل علينا. علاقة L و W و لندا زي ما قلنا ثابتة دائما، كنا دائما نقول انها L بتساوي لندا في W، اذا حسبت ال L واللندا موجودة، اذا W الافرج تايم ان ذا سيستم عبارة عن L على مين؟ على لندا، يعني إلا انها قديش طلعت؟ 2 على لندا، عارفين لندا قيمتها قديش؟ 2، وبالتالي بيطلع لنا 1 اور، 1 اور تحصل دبليو تايم. يبقى الافرج تايم سبنت ان ذا سيستم از 1 اور، از 1 اور، مع ملاحظة اني انا ممكن استخدم معادلة الدبليو هذه، 1 على ميو ناقص لندا، وهي عبارة عن 1 على 3 ناقص 2، يعني 1 على 1 تطلع 1 زي ما طلعت معنا هنا، واحد زي ما احنا شايفين هنا طلعت معنا 1، فهي بطبق المعادلة هذه وطبق الديتيلز ايكويشن. الدبليو كيو برضه عبارة عن لندا على ميو في ميو ناقص لندا، 2 على 3 في 3 ناقص 2 في 1، يبقى 2 على 3 بتطلع الدبليو كيو. أو إني ممكن أحسبها من الدبليو دائما بتساوي الدبليو ناقص السيرفيس تايم الواحد على ميو مظبوط، وبالتالي الدبليو عبارة عن قد إيش طلعت معانا؟ 1 ناقص السيرفيس تايم اللي هي 1 على ميو اللي هي التلت، وبالتالي بتطلع تلتين، وبالتالي بتطلع نفس النتيجة من التنتين. ال ال كيو ممكن تطلعها معادلة هاد أو من الدبليو كيو التلتين في لندا في 2، وبالتالي تطلع 4 على 3، تطلع 4 على 3، يا بنعوض هاد يا بنعوض في الليتلز ايكويشن، بنقول ال كيو بتساوي لندا في دبليو كيو، دبليو كيو طلعناها 2 على 3 ولندا 2، يبقى 2 في 2 على 3 بتطلع 4 على 3 تمام. الاشي سهل من ناحية الحسابات وما فيش عندنا مشكلة هيكون في الموضوع هذا. هيك حسبنا تقريبا كل الحسابات، وبالتالي نكون حلينا السؤال هذا وطلعنا معظم البرفورمانس ميجرز اللي مطلوبة منا. نشوف اكزامبل تاني عن الموضوع هذا. هاي الحسابات كلها اللي حسبناها، وهي 4 3 اللي هي ال كيو في الاخر حسبناها، مع ملاحظة نوتس ذات ملتبلاينج دبليو بتساوي دبليو كيو زائد 1 على ميو، احنا عارفين انه التايم سبنت ان ذا سيستم بتساوي التايم في الكيو زائد السيرفيس تايم،
تمام، او الدبليو كيو كنا نقول دبليو ناقص واحد على ميو اللي هو السيرفيس تايم. لو ضربناها في لندا باستخدام ليتلز ايكويشن هنلاحظ انه حتصير عندنا هنا لندا مضروبة في الدبليو كيو حتصير ال ان بتساوي ال كيو، دبليو كيو في لندا عبارة عن ال كيو زائد لندا عن ميو وتساوي، يعني هذه طريقة ثانية لحساب ال ان، ال كيو حسبناها 4/3 ولندا عن ميو 2/3 6/3 يساوي 2. لحظة لاحظوا نفس قيمة ال ان من المعادلة اللي هي 2، تمام. هاي ال ان الافريج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم، تمام. الان نشوف اكزامبل ثاني اللي هو نفسه المشروع في الباوربوينت، نشوفه من الباوربوينت. الان اكزامبل ام ام 1 كيو وذ سيرفيس ريت ميو ايكوالز 10 كاستمر بير اور، تمام. السيرفيس ريت يبقى ام ام 1 والسيرفيس ريت له 10 ثابت 10، بس اللي بتغير معانا لندا، ونشوف كيف تغيير لندا كيف بيأثر على اللي هو اليوتيلايزيشن، اللي هي البرفورمانس ميجرز المختلفة زي اليوتيلايزيشن افريج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم اللي هي ال والافريج تايم سبنت ان ذا سيستم اللي هي الدبليو، تمام. يعني يبقى الميو بتساوي 10 وبالتالي الواحد على ميو بتكون 1/10 اللي هي 1/10 ساعة، وبالتالي يعني 6 دقائق، تمام. consider how L and W increase as arrival rate lambda increases from 5 to 8.64 by increment of 20%. الآن نطلع الجدول هذا ونشوف كيف بتتغير البرفورمانس ميجر مع تغير اللندا عن ثبات ميو. طبعا احنا اللي بصير هنا انه زي ما احنا متعودين انه احنا دائما بنحسب وبنتنبأ بالبرفورمانس ميجرز المختلفة بناء على حاجتين اللي هي السيرفيس سيرفيس تايم ديستريبيوشن والانتر ارايفل تايم ديستريبيوشن او الارايفل بروسيسنج، بناء على لندا وميو نتنبأ بالبرفورمانس ميجرز المختلفة. الان ميو هي 10 ولندا قاعدة بتاخذ قيم مختلفة، بتزود عليها بدت من 5 زودنا عليها 20% فبالتالي هتصير 6 لانه زادت 1/5 20%، كمان نزود كمان 20% تطلع 7.2 اللي هي 1/2/6 برضو هي 5 يعني 20%، كمان 20% 8.64 and finally when lambda equals 10. الان عند مكانة لندا 5 وميو 10 رو بتساوي لندا على ميو 5/10 وبالتالي رو بتساوي 0.5، تمام. طب ال ايش بتساوي؟ ال هي معادلتها زي ما احنا ذاكرين بتساوي لندا على ميو ناقص لندا، ولندا بتساوي 5/10 ناقص 5/5 وبالتالي بتساوي 1. هنلاحظ انها ال بتساوي 1. طب الدبليو ايش معادلة الدبليو؟ الدبليو بتساوي 1/ميو ناقص لندا، يعني 1/10 ناقص 5/5 وبالتالي 0.2. يبقى لما كانت لندا 5 كانت اليوتيلايزيشن 50%، كان الافرج نمبر اوف كاستمرز في السيستم بس 1 كاستمر، الافرج ويتنج تايم ان ذا سيستم 0.2، تمام 0.2 اور. طيب لما نزود لندا، لاحظ لندا بدات تزيد، لما نزودها بمقدار 20% صارت 6. الان رو بتساوي لندا على ميو يبقى 6/10 6/10. الان ال عباره عن اللي هي زي ما قلنا قبل شوي لندا على ميو ناقص لندا، اذا لندا 6/10 ناقص 6/4 6/4 عباره عن 1.5. الدبليو بتساوي 1/ميو ناقص لندا، 1/ميو 10 ناقص لندا 6 بتساوي 4، يبقى 1/4 بتساوي ربع، تمام. لاحظوا كيف بدت مع زيادة لندا كيف زادت الافرج نمبر اوف كاستمرز والافرج تايم سبنت ان ذا سيستم، ولسه كيف حنشوف الان الزيادة مضطردة بشكل كبير جدا، وبالتالي حتكون نون لينير فانكشن نوت ا لينير فانكشن زي ما حنشوف الان. طيب لما صارت 7.2
7.2 على 10 تطلع 0.72، يعني 72%. الآن ال L هتصير 2.57، ال W هتصير 0.36. لاحظوا كيف برضو زادت كتير كتير. الآن عند 68 هتصير هذه على 10 يبقى 86.4% أو 0.864. لاحظوا الـ average number of customers لما زاد من 7.2 ل 8.64 صارت الـ average number of customers قريبة من 6 وإشي، تمام؟ يعني كانت 2.5 صارت قريبة من 6.5، فزادت بشكل كبير جدا. الـ average time spent كانت 0.36 صارت 0.73، برضو زادت بشكل كبير جدا. طب عند العشرة الآن إيش هتصير رو؟ هتصير لنضع على 110 على 10 وبالتالي هتصير 100%، تمام؟ يعني مشغول بنسبة 100%، فيش ايدل تايم، فيش زيرو كاستومرز في السيستم. طيب الافرج نمبر اوف كاستومرز ان السيستم ال ال احنا قلنا عبارة عن لنضع على 100 ناقص لنضع، وبالتالي لنضع 10 على 10 ناقص 10 0، 10 على 0 اي مقام 0 بتكون انفينيتي، يبقى العدد حيكون كبير جدا، العدد هيكون كبير جدا في السيستم، وبالتالي هيكون رايح لانفينيتي. نفس الكلام على الدبليو، هيكون مقامها زيرو وبالتالي انفينيتي. الان لو نطلع على الارقام هذه، اف لندا على ميو اكبر من او يساوي واحد، ويتنج لاينز تند تو كونتينيو جرو ان لينث. لما لندا صارت اكبر من او يساوي ميو، طبعا لما ساوت ميو لندا هنا لما ساوتها كبرت اللي هو الويتنج لاينز اللي هي يعني ال والويتنج تايمز، تمام؟ برضو راحت لانفينيتي، يبقى ات ويل جرو كونتينيوسلي، تمام؟ لما تصير لندا تضلها تكبر لحد ما تساوي الميو او اكبر. وحكينا الكلام هذا انه لما يصير الارايفل ريت اكبر من السيرفيس ريت السيستم بصير انستابل، وبالتالي بصير عندنا طوابير انتظار كبيرة جدا في السيستم. الان increase in average system time W and average number of customers in the system L is highly non-linear as a function of rho. العلاقة non-linear، يعني لو اخذنا مثال مثلا ال L، لو طلعنا على ال L لما كانت لندا 5 كانت L 1، لما زودناها بس 20% صارت 6، صارت ال L 1.5، يعني زادت بمقدار 50%، مظبوط؟ زادت بمقدار 50%. الآن لما نزودها كمان 20% اللي عند 7.2 صارت 257، 257 يعني زادت بمقدار 71%. كيف هتنحسب؟ لو قلنا هنا الكالف كل إطار أو الحاسبة طبعا أنا حسابها بسيط يعني بس نوجيك إياها، اللي هي إيش صارت؟ 257 ناقص 150، تمام؟ تقسيم 150، فزادت المقدار قديش؟ 71% من هان لهان. طب لهان هتصير 635 ناقص 257 على 257، هنلاحظ ان زادت المقدار 147%، 147%، يبقى الزياده هنا نون لينير، نون لينير فانكشن، تمام؟ من نقطه لنقطه قاعد بتفط بشكل كبير جدا، وبالتالي الزياده في لندا وارتفاعها لحد ما تصل للميو او تعدي الميو هتعمل growth في length وفي waiting lines بشكل كبير جدا بشكل non-linear. وهذا الاكزامبل بوضح الشيء هذا، تمام؟ الان خلينا نشوف اكزامبل تاني برضو بوضح نفس الفكرة بس بطريقة كمان تانية حلوة. خلينا نطلع عن if arrivals are occurring at rate lambda equal 10 per hour، 10 كاستمر بيجوا في الساعة، and management has a choice of two servers، management قدامها two servers، one who works at rate mu 1 11 كاستمر per hour، الأول بيقدر يخدم 11 في الساعة، الثاني بيقدر يخدم 12 في الساعة، والثالث الثاني
احسن، لانه بيخدم عدد كاستمر اكثر، وبالتالي السيرفيس تايم بيكون له اقل، السيرفيس تايم بيكون له اقل. ذا ريسبكتيف يوتيلايزيشن، ان رو 1 بتساوي لندا على ميو 1 يعني 10 على 11 بتساوي 0.909، تمام؟ يبقى هذا حيكون مشغول بنسبه 91% تقريبا. رو 2 10 على 12 وبالتالي هيكون مشغول بنسبه 0.833. If the MMQ is used as an approximate model, then the first server and the average number of customers in the system اللي هي L للـ first server، احنا قلنا دائما نقدر نتنبأ في السيستم من لندا وميو، فبتكون L بتساوي رو 1 على 1 ناقص رو 1، وبتساوي رو 1 هذه على 1 ناقص رو 1 هتطلع 10، تمام؟ أو لندا على ميو ناقص لندا اللي هي 10 على 11 ناقص 10 على 1 بتطلع 10. بينما الثاني هتكون لندا على ميو 2 ناقص لندا على 12 ناقص لندا اللي هي 10، يبقى 10 على 12 ناقص 10 على 2 وبالتالي 5. لاحظوا الافرج اوف كاستمر قديش قل بالنسبه للثاني، قديش قل بالنسبه للثاني. يعني احنا زودنا السيرفيس ريت بس من 11 ل 12، بدل ما يخدم 11 جبنا واحد بيقدر يخدم بس 12، يعني تقريبا نسبة 9.1، هي مش 9.1، 8.3%، لأنه 12 ناقص 11 1 على 11 9 مظبوط، يعني 9.1% زاد النسبة 9.1. لما نزود سيرفيس ريت بنسبة 9% ايش قل النمبر افريج نمبر اوف كاستمرز في السيستم؟ قل من 10 ل 5، يعني قل بنسبه 50%، 50% ديكريز، 9% قبلها 50% ديكريز، تمام؟ وهذا بتبين اهميه اللي هو الشغل على السيرفيس ريت والسيرفيس تايم والسيرفيس والفاريابيلتي تبعتها، السيجما سكوير تبعتها، تمام؟ نكمل في موضوع يعني التو سلايدز هذولا ان شاء الله، ونخلي الملتي سيرفر في المحاضرات القادمه. الان حنحكي عن الافكت اوف يوتيلايزيشن اند سيرفيس فاريابيليتي، اللي هو اثر اليوتيلايزيشن والسيرفيس فاريابيليتي. السيرفيس فاريابيليتي اللي هي بتمثل الفاريابيليتي في السيرفيس تايم، انا عندي افريج سيرفيس تايم وعندي فاريانس او ستاندرد ديفيشن. For almost all queues, if lines are too long, they can be reduced by decreasing server utilization law or by decreasing the service time variability. تمام؟ اللي هو لكل الطوابير لو أنا قللت utilization وقللت أو قللت variability sigma square، هيقل عندي اللي هو ايش اللي هو اللاينز اللي هي ال والال كيو والدبليو والدبليو كيو. ليش؟ من المعادلات لو طلعنا عليهم هنلاحظ ان هاي ال مثلا بتعتمد على مين؟ على رو يوتيلايزيشن وسيجما سكوير، مظبوط. ونلاحظ انه الرو ورو تربيع، تمام، موجودة وين؟ وميو تربيع ما هي موجودة في الرو، موجودات في البسط، وبالتالي الديكريز إلا هيقلل الال. نفس الكلام سيجما سكوير موجودة في البسط ومربعة كمان، وبالتالي تقليلها هيقلل الال، تمام. الآن كيف يعني هنشوف الأرقام هذه بالأرقام؟ الآن خلينا نشوف إنه ال variability اللي هي sigma square، لو كنا نحكي على أي موديل أو على أي كيو، اللي هي أنا بحاول إن أنا أنظم service time بحيث إنه ما يكونش فيه يعني يصير فيه consistency، يكون ال variance قليل، تمام، يكون consistent. كل مكان ال variance قليل كل مكان الإشي consistent، وبالتالي service time بكون متناسق، وكل ما راحت السيجما سكوير في اتجاه الزيرو كل ما انا قللت طول طوابير الانتظار، تمام. نفس الكلام عن يوتيلايزيشن.
الآن لو بدنا نحكي عن علاقة اليوتيلايزيشن مع اللي هو الفاريابيليتي، بدنا نشوف طريقة لقياس الفاريابيليتي غير السيجما سكوير. لاحظوا السيجما سكوير إذا بتتذكروا حكينا في الإحصاء في الدوكس إنه الفاريانس مجرد as it، يعني لما نحكي عن إنه الفاريانس أو التشتت قيمته كذا كذا، مش هيعطينا انطباع واضح إلا إذا أنا جبته بدلالية أو بمعلومية اللي هو الوسط الحسابي. عشان هيك في الإحصاء من أشهر اللي هو الميجرز ده الفاريابيليتي اللي هو الكوفيشنت أوف فاريشن اللي هي السي في إذا بتتذكر. A measure of the variability of the distribution is a coefficient of variation اللي هي السي في، مشهورة جدا وهي عبارة عن النسبة بين standard deviation على الوسط الحسابي، هي عبارة عن سيجما على ميو، سيجما على ميو. وبالتالي نفس الفكرة هي عبارة عن لو بدنا نقولها بدلالة الفاريانس هتصير سيجما سكوير الفاريانس على ميو سكوير على الاكسبكتد فاليو، هذا متوسط الحسابي مربعه وهنا الفاريانس. يبقى هناخد مؤشر عن الفاريابيليتي، لانه لما اقول الفاريانس على الوسط الحسابي بتوضح لي انا الوسط وين هو موجود وكديش التشتتات حواليه، وبالتالي بتعطيني نسبه لتشتت البيانات حوالين الوسط، تمام؟ ما بتكونش مجرده بس تباين وخلاص. لما يكون معروف الوسط الحسابي لها، وبالتالي الكوفيشنت من فاريشن تعتبر the best measure of variability، تمام؟ الآن the larger the coefficient of variation the CV is the more variable is the distribution relative to its expected value. كل ما كبرت CV معناته البسط بكبر بالنسبة للمقام، يعني standard deviation البسط بكون كبير بالنسبة للوسط الحسابي the expected value، وبالتالي أنا بكون تشتت البيانات عن الوسط الحسابي كتير كبير. هذا معنى CV كبيرة أو صغيرة، اللي هو كل ما كبرت كل ما كان تشتت البيانات عن expected value والوسط الحسابي بكون كبير. الآن خلينا نطلع على اللي هو LQ. لو بدنا نطلع على LQ نشوف effect of utilization and service variability على اللي هو الطوابير أو performance measures بس بدلالية LQ اللي هي average number of customers in the queue for M and MG1Q. MG1 هنلاحظ انه single server بوسون، هيكون بوسون distribution او exponential distribution للانتر arrival time وبوسون distribution للarrival rate، تمام؟ للarrival rate اللي هي لندا. الان جي هنشوف different distributions ونشوف علاقتها كيف مع ال LQ. احنا عارفين معادلة ال LQ من البداية لما كانت MG1 ال Q بتساوي رو تربيع في 1 زائد سيجما سكوير في رو تربيع على 2 في 1 ناقص رو، تمام؟ الآن العلاقة كيف بدها تصير؟ الآن زي ما قلنا في السلايد السابقة قلنا إنه الـ coefficient of variation تربيع هي عبارة عن variance لـ x على مين؟ على المتوسط الحسابي تربيع، مظبوط، وتساوي الفاريانس سيجما سكوير على الوسط الحسابي للسيرفيس تايم واحد على ميو تربيع، مظبوط، يبقى عبارة عن سيجما تربيع في ميو تربيع، تمام؟ لاحظوا السيجما تربيع في ميو تربيع هذه وين موجودة في المعادلة؟ هيها موجودة هنا. إذا هتصير ال LQ بتساوي رو تربيع في 1 زائد سي في تربيع، هيها يعني تطلع سيجما تربيع في ميو تربيع سي في تربيع على 2 في 1 ناقص رو، تمام؟ الآن أخذنا الرو تربيع على 1 ناقص رو برا هيها لحالها، تمام؟ وبضل عندنا هنا 1 زائد سي في تربيع على 2، تمام؟ 1 زائد سي في تربيع على 2. الآن هذه إيش هي؟ هذه عبارة عن ال Q لل MM1، هيها رو تربيع على 1 ناقص رو هي عبارة عن ال Q رو تربيع على 1 ناقص رو هي ال Q لل MM1 موديل، يعني الاكسبوننشال ديستريبيوشن، تمام؟ وهذه عبارة عن corrects the MM1 formula to account for an unexponential service time distributions،
الآن الفكرة ليش هذه برضو كمان أجت للـ MM1؟ لاحظوا إنه أنا الـ MM1 معناته Service Time Distribution Exponential، والـ Exponential Distribution زي ما قلنا الـ Variance إيش بيساوي؟ بيساوي اللي هو 1/100 تربيع، لأنه الـ Variance أو الـ Standard Deviation بتساوي الوسط الحسابي، مظبوط؟ يعني السيجما بتساوي 1/100، السيجما تربيع 1/100 تربيع، فلما نعوض عليها انا 1/100 تربيع هتصير 1/100 تربيع مع 1/100 تربيع هتصير 2، 1 + 1 = 2، هتروح مع بعض هيضل هذه زائد هذه، تمام؟ او فعليا في الـ في الـ في الـ في الـ exponential distribution بتصير السي في بتساوي 1، تمام؟ وبالتالي 1 تربيع او سي في تربيع بتساوي 1، 1 + 1 = 2 بتروح بضل 1 بضل هذا، تمام؟ وهذا هو الاساس ان الاكسبنشال ديستريبيوشن في الشكل. انها لو طلعنا على الشكل هنلاحظ انه منطقيته في البدايه انه محور واي زي ما قلنا بنحكي عن ال كيو، علاقه النمبر اوف كاستمرز في الكيو مع السيرفر يوتيلايزيشن، ومنطقيتها انه جاي بالشكل هذا. ليش؟ لانه اليوتيلايزيشن بتزيد كل ما زاد النمبر اوف كاستمرز في الكيو، او كل ما زودت اليوتيلايزيشن هيكون في عندي عدد كبير من كاستمرز في الكيو، العلاقه منطقيه، تمام؟ الان ايش الخطوط هذه؟ هذه علاقه الفاريابيليتي، اللي بيمثل الفاريابيليتي اللي هو السي في الكوفيشنت اوف فاريشن او السي في سكوير، السي في سكوير. الآن الخط اللي في النص اللي هو مين بيمثل الوضع الطبيعي اللي هو اكسبوننشال. الاكسبوننشال ديستريبيوشن لما تكون السيرفس تايم اكسبوننشال بتصير ام ام 1، بتصير السي في بتساوي 1، بتصير السي في بتساوي 1 لأنه السيجما سكوير بتساوي 1/μ سكوير، فواحد على ميو في ميو سكوير بروح مع بعض بتصير 1 + 1 = 2، بضل 2 بتروح وبتضل هذه زي ما هي، فالسي في بتساوي 1 هو المتوسط، تمام؟ الان في الايرلانج ديستريبيوشن، الايرلانج ديستريبيوشن هو عباره عن اكسبوننشال ديستريبيوشن، بس الفاكتور تبعه او الاوردر تبعته هي كي ويد اوردر، يبقى هي ويد اوردر كي، بتكون الفارينس لها خلينا نشوفها بس بالمعادلات مثلا كيف بدها تصير. فالايرلانج ديستريبيوشن of order k، of order k ايش حيكون عندنا الفارينس تبع الايرلانج ديستريبيوشن لما يكون of order k؟ ايش بيساوي؟ بتساوي 1/k μ تربيع، تمام؟ 1/k μ تربيع. اصلا الايرلانج هي عباره عن اكسبوننشال ديستريبيوشن بس الاوردر تبعه اعلى، الاوردر تبعه اعلى، فالفارينس للاكسبوننشال ديستريبيوشن 1/μ تربيع، الفارينس للاكسبوننشال ديستريبيوشن 1/μ تربيع. الايرلانج اكسبوننشال بس في اوردر فبنضربها في كي، فبنضربها في كي، تمام؟ الان الوسط الحسابي معروف هو 1/μ، مظبوط؟ اذا السي في ايش بدها تصير؟ سكوير، ايش حتصير؟ 1/k μ تربيع على 1/μ تربيع، اذا الربع ايش؟ هتروح هذه مع حد فيضل 1/k، 1/k، فالسي في لحالها بتساوي 1/k، تمام؟ الان لو كانت الكي اوف اوردر 2، لو قلنا الكي اوف اوردر 2، تمام؟ ايش حيصير عندنا؟ حتصير السي في تربيع عباره عن نص، 1/k يعني نص، فهذا الشكل اللي هنا ايرلانج ود سي في سكوير نص، تمام؟ فبتطلع السي في سكوير نص، لما تيجي هنا نص حيصير ال كيو مضروب في فاكتور اقل من 1، ليش؟ لان 1 + نص، تمام؟ على 2، يعني 1.5 على 2، تمام؟ لكن لما في الاكسبانشن ديستريبيوشن كانت 1 + 1 = 2، وبالتالي بتساوي 1، لكن هنا ف
فهتصير هيقل ال ال كيو، هيقل ال ال كيو صح، لانه سي في سكوير هيها نص، فواحد زائد نص على اثنين اقل من واحد، يبقى انا قاعد بضرب عدد اقل من واحد في الـ في الـ في الاساس هذا، وبالتالي ال ال كيو اللي هو الاكسبوننشال ام ام 1، فهنروح هنلاحظ انه حيقل، حينزل الكيرف، شايفين سي في نص، هذه النص صارت تحت الاكسبوننشال هذا، فالاساس الاكسبوننشال، فالسي في نص حتكون قلت، تمام قلت، فعند 6 من 10، ولاحظوا العلاقه اكسبوننشال، هاي الوضع الطبيعي للاكسبوننشال، هاي النص حيكون هان، هاي الربع حيكون اقل، هاي الكونستانت اللي هي ديترمينستك حتكون اقل بشيء، لانه الفيرينس بيكون فيها زيرو، الفيرينس بيكون فيها زيرو لو كان ديترمينستك، لو كان ديترمينستك دائما سيرفيس تايم بيكون الارقام الديترمينستك سيرفيس تايم بيكون الفيرينس لها، لانه ثابت الشيء فيش تشتت، وبالتالي بتكون الفيرينس صفر، وبالتالي السي في بتصير صفر، فبتصير هذه نص، هذا نص وهذا اقل شيء، فحينزل للنص، تمام اللي هو الكونستانت هذا حينزل للنص بالنسبه للاكسبوننشال، تمام، وبينهم حيكون الايرلانج ونص والايرلانج 25. الان المشكله انه لو صارت السي في اكبر من واحد، في بعض الديستريبيوشنز حتصير فيها السي في اكبر من واحد، وهذه بتتحقق لما تكون عندنا اللامدا اكبر من ميو في الانستابل سيستمز، فحتصير هايبر اكسبوننشال سي فيز. فلاحظوا الاربعه مثلا قديش كبرت، حتكبر الطوابير بشكل كبير جدا، ال كيو والسي في 2 هيها كبرت عن الاكسبوننشال بشكل كبير جدا، يعني لو اخذنا عند 6 من 10 الاكسبوننشال حيكون هان عند الواحد، الافرج نمبر اوف كاستمرز عند في الكيو عباره عن واحد، بينما الهايبر اكسبوننشال سي في تربيع لما صارت 4 الفاريابيلتي عليت كثير، لاحظوا فطت الاثنين، فطت الاثنين 2 وشيء، تمام يعني ضاعفت، تمام، وهذا بتتحقق وقت ايش؟ لما يكون في عندنا السيستم يروح في اتجاه انه تكون اللندا اكبر من الميو، الارايفلز اكبر من السيرفيس تايم او السيرفيس ريت، وهذا الشكل بالطريقه هذه وضحنا كيف الفاريابيليتي اللي هي الكوفيشنت اوف فاريشن اللي هي نسبه ستاندرد ديفيشن للوسط الحسابي او الفاريانس لمربع الوسط الحسابي للسيرفيس تايم كيف بياثر معانا في الافرج نمبر اوف كاستمرز ان ذا كيو، وبالتالي اللي هو طول الطوابير في السيستم او في الـ في الـ في الكيو. ولاحظوا انه كيف الدرجه ارتفعت من نص لاثنين وشيء، نص لما تكون الفاريانس صفر اللي هو للديترمينستك او للكونستانت زي ما مكتوب هنا، لاحظوا عند 6 من 10 مثلا اخذنا 6 من 10 كانت هنا اقل من النص، الان لو زاد الفاريانس صارت ربع هتكبر شويه، لو زاد الفاريانس صار نص هتكبر كمان شويه، هتصير هنا عند الفاريانس السي في ما تساوي 1 اللي هو الاكسبوننشال ديستريبيوشن، لانه الستاندرد ديفيشن بيساوي الوسط الحسابي، ف النسبة بينهم بتصير 1 والسي في بتصير 1، وبالتالي 2 على 2 بتصير 1، وبضلوا هذا لحاله، فبتكون في المنطقة هذه عند الواحد. لو كبرت السي في سكوير صارت 2 حتصير هان، لو كبرت صارت 4 صارت هان، وبالتالي صار عندي اضطراد كبير في عدد الكاستمرز في السيستم at the same utilization but at different variability coefficient أو coefficient of variation اللي هي سي في سكوير. بهيك بتنتهي المحاضرة، إن شاء الله المحاضرة القادمة حنشوف المالتي سيرفر كيوز ونشوف إيش معادلاتها وكيف نتعامل معها، ويعطيكم العافية.